muqdisho waxa soo dhaweeyneysa marti culus dulmaadkii ugu horeeyay ee Egypt Air oo muqdisho soo caganigtay waa buundo isku xireysa Soomaaliya iyo Masar waa diyaaradii toddobaad oo caalami ah oo muqdisho si rasmi ah u iman doonta laba dulmaad oo isku geynta rikaabkooda kor u dhaafaysa 500 qof ayay toddobaadkii ka sameyn doonta muqdisho iyo Qaahira kasoo danaha ganacsi Egypt Air waxay siday fariin siyaasadeed oo aad u culus wafdi ay hoggaaminayaan wasiirada arrimaha dibadda iyo duulista hawada ayaa fariintani soo bandhigay awadda an aakid حرص مصر الكامل ودعمها الكامل لوحدة الصومال ووحدة أراضيه واستقلاليته ورفض مصر القاطع لأي إجراءات أحادية من شأنها المساس باستقلال الصومال وسيادته ووحدته الإقليمية وزير كارمها دبد الصومالية أحمد معلم فقي كما أوصن جنبانين هدف كدولة ديسا إيه هلتان كديارات بدشا إتوبيان إيرلاين oo ah diyaarada duulimaadyada ugu badneed ka sameysa Soomaaliya duulimaad bedeli kara oo ka fiican ayuu bartiisa X ku soo qoray in الدور الريادي الذي لعبته جمهوريه مصر العربيه في دعمها لموقف الصومال وسيادته ووحده اراضيه ازاء انتهاكات الحكومه الاثيوبيه ومعارضتها لاي اجراءات من شانها الانتقاص من السياده الصوماليه يؤكد عمق العلاقه الاخويه بين البلدين الشقيقين وأكدت جمهورية مصر مجدداً موقفها الرافض للتجاوزات الإثيوبية في اتصال أجراه الرئيس الصومالي الدكتور حسن الشيخ محمود مع نظيره المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي الأسبوع الماضي مقدشة أيام قنيسة وجهدي سيديتاني تضوات أو أي إيجيبت إير أو دوليسو إيجيبت إير وديارة دا أغود أذوين أفريكا إيا باريغا دحي وبقولي أفرسان جير اسكو دايسا إنا يسيحولي سوق أغسو اللعبة طول